الدباج المغترب. شلونك كابتن احمد؟ اهلا وسهلا. انا كلش سعيد انه انت موجود اليوم وياي. راح نحكي على هوايه شغلات، واكيد الجمهور الرياضي ده ينتظر بعض التفاصيل من حضرتك. بس قبل ما نحكي بيها اريد نعرف منو احمد الفلوجي. منو احمد الفلوجي الرياضي؟ بصراحه انا يعني مارست كره القدم تسلسل صحيح، يعني نقول بالتاسيس صحيح عن الناشئين، كعبت في ناشئين الشباب في 86 87، وراها الى شباب الشباب درجت، بعدين الى شباب التجاره، بعدين لعبنا خط طول في نادي التجاره، كملت المشوار مع بقيه الانديه. زين انا اللي اعرفه انه انت الجيل اللي وياك يعني اسامي معروفه بالوسط الرياضي. يعني انا بصراحه كنت شباب التجاره، يعني وياي يعني لاعبين كانوا يعني حجر الاساس في منتخباتنا الوطنيه، مثل الكابتن عصام حمد، كابتن حيدر محمود، الكابتن حازم ياسر، يعني فد لاعبين ذو قيمه صراحه. مع العلم احنا في نادي التجاره كنا في دوري الدرجه الثانيه، شوف الدوري في ذاك الوقت شلون على مستوى قوي، يعني في حينها احنا نادي التجاره صعدنا لشبه النهائي بطوله الكاس، بعد فوزنا على الرشيد في ملعب الشعب، فزنا عليهم ملعب الشعب 1-0، ومرحله الاياب الملعب النفط تعادلنا وياهم 2-2 وطلعوا من بطوله الكاس، وكنا في حينها درجة في ثانية. درجه ثانيه. زين يعني انا شفت اكو صور هوايه عندك، يعني واحده من الصور اللي انتبهت عليها انت اكو احتكاك ويا كابتن راضي شنيشل، هاي لعبه كانت هاي لعبتنا ويا الزوراء، كان مع نادي التجاره ملعب الشعب، تعادلنا وياهم 1-2 الصور الحينه. شنو مركزك شان؟ شنو؟ انا لعبت يعني جناح يسار واحيانا مهاجم، والياسر بعض المدربين لعبوني يعني مدافع ايسر. زين انت دربك عمو بابا؟ دربني عمو بابا بالتجاره. شنو كانت المقوله اللي دائما يقولها يعني بالتدريبات بالتمرينات؟ كان يقول فتشي هو احنا كنا يعني كنا استوني صاعد خط اول بنادي التجاره، فاحنا كنا تقريبا اربعه يعني احمد، فهو سماني حماده. فكان يتصيح لي يقول لي بابا حماده، حتى اشرب مي كنت انا يعني اكتيف، يعني عندي طاقه كلش كبيره، ف90 دقيقه اركض فاستهلك، فمن اجي اشرب مي اشرب بالسطله، يقولون بابا هذا الكل يشرب بقلاص بس حماده يشرب بالسطله. وعلى مود ضربه الراس هم اي هذا من مو احيانا هو كابتن عمو بابا اسلوب الانجليزي، فمن يلعب الخطه يلعب الطويل، فكان ينزلني راس حربه يعني مهاجم اوحد، واني يعني باستخدام عندي الهيت مالتي عالي كلش، ف كان يستخدمني في مارك ارتكاز، يعني فكان يقول لي يعني بابا حماده نزل سوي حمار راسك وانزل. يعني الله يرحمك. راح نعتمد على الكرات العاليه، فسوي حمار راسك وانزل بابا. الله يرحمه يعني انسان كان لنا دافع كلش كبير، يعني انسان ذو قيمه عاليه، من يجي ينطينا توجيهات نحس احنا عندنا طاقه كلش عاليه، فمن ننزل للمباراه ننزل بحماس، وهذا الشيء الدافع اللي خلانا نستمر بكره القدم. زين وبعدين وراه انت يعني لياسنا ظليت بالعراق، وبعدين الانتقاله اللي صار. انا بصراحه يعني فترتي بالدوري العراقي فتره قصيره، لانه تعرضت لكثير من المشاكل، يعني في اتصور في 91 و92 قلت لك شوي تخوني الذاكره، 91 او 92 كنت مع نادي النفط، تعرضت الى عقوبه من قبل عدي صدام حسين في حينها، دخلت الرضوانيه لمده شهر، وبعدها يعني امور كثيره صارت فيها. مع ذلك انا استمريت باللعب الى انقطعت في سنه 96 غادرت العراق. وبعدها انت انتقلت للسويد، شنو بداياتك؟ بديت كلاعب كره قدم لو كان عندك غير؟ انا بصراحه يعني من وصلت للسويد وصلت بال 98، انا بالكم اجوا علي نادي اسمه نادي اسيرسكا، يعني سمعوا عني لاعب عراقي، في حينها كان اكو لاعبين غساره وبساره موجودين قبلي في الدوري السويدي، فاخذوني يعني من الكامب واستمريت وياهم. بس احنا في حينها شاركت بانبثاق نادي باسم العراق اسمه نادي اراكسكا، هذا النادي اول نادي اتصور في اوروبا اللي هو بس بالعربي نادي عراق، نادي عراق، نادي العراق، نادي العراق، هذا نادي العراق، هذا نادي العراق، نادي العراق هو بالضبط. هذا تاسس بال 98 97 98، بس انا ممكن كنت مشارك في هذا النادي ودافع معنوي ودافع مادي، كان
فهذا هذا النادي هو اعتقد اول نادي شكل في اوروبا باسم الجاليه العراقيه. المهم استمريت، انا عندي كانت اصابه بالقطع بالرباط الصليبي، سويت عمليه هنا بالسويد ووراها استمريت باللعب، بس يعني توقفت واعتزلت والتجأت الى الامور الاداريه بتشكيل نادي. بعد السقوط شكلنا نادي باسم العراق، اسمه نادي عراقنا الرياضي. هذا النادي انا حبيت اسسه تاسيس صحيح، هيئه اداريه انتخابات، شكلنا عده فئات عمريه، بهاي الفئات العمريه اللي بدينا الناشئين شباب متقدمين، اكثر من 100 لاعب جميعهم عراقيين، يمكن نفس لاعب واحد ويانا اتصور يوناني كان، بس جميع اللاعبين الموجودين كانوا عراقيين من جميع الفئات. فهذا النادي بدينا من الدرجه الثامنه، واللي هنا هو لما تشترك بنادي وتكون نادي لازم تبدي بأدنى درجه بالدوري من درجه الثامنه، وفي حاله اذا تتدرج تصعد المراتب الاولى والثانيه بنهايه الدوري تصعد الى المرحله الاخرى. اي وصلنا بالنادي الى الدرجه الرابعه. تدري امكانيات هذا النادي راح تصير مسؤوليه كلش كبيره، انا يعني كنت المتصرف الوحيد، انه تدري الناس عندها اشغال وعندها، فاني كنت يعني الحمل الاكبر علي كان، فما يعني ما قدرت. بحينها انا رجعت للعراق وسلمت النادي لاشخاص ما قدروا يكملون، فحينها الى ان اندثر النادي وطلع من الدوري السويدي. احنا يعني النادي على مدى 4 سنوات يعني احنا الناشئين صعدوا خط اول، يعني تدرجوا تدريج صحيح وصعدوا خط اول. كان عندنا فكره كلش واسعه، حتى احنا في حين شكلنا مدرسه كرويه، يمكن اول مدرسه كرويه بالجاليه العراقيه بالعالم احنا شكلناها في 2005 2006 زين. فهذا هاي المدرسه هم كان يحتاج لها دعم، وتقريبا اكثر يعني من 30 ل 40 لاعب من اعمار 5 سنوات الى اعمار، يعني ما كان اكو دعم من الاتحاد مثل، لا يعني ناشدت بوقتها وزاره الشباب الاتحاد العراقي، ما كان يعني ما اعطونا الصاغيه بصراحه. كانت اشكالات تدري البلد كان وضع مو طبيعي. شنو كانت نشاطات النادي يعني غير انه اكو مدرسه كرويه بالسويد وده تهيئ لاعبين، اكو انشطه ثانيه انتم سويتوها؟ دا اشوف انه عندك هوايه صور يعني بالنشاطات، وحكيت لي يعني خلف الكواليس على النشاطات اللي صارت، فريد الناس هم يعرفون يعني باختصار وسريع هيك نمر عليها. هسه هاي اول صوره طلعت لنا احنا، هاي ما ذكرناها، دوره تدريبيه للمدربين العراقيين في اوروبا. في أكاديمية داغرفوش اللي كانت هي من أعلى أكاديميات موجودة في الدول الإسكندنافية، حصلنا على شهادات تطويرية في علوم كرة القدم. هاي واحدة من نشاطاتنا. هذه كانت في إحدى مباريات نادي النفط مع نادي الطلبة، ويظهر فيها الكابتن مظفر جبار. وطبعا هي هاي الصورة أخذت أفضل صورة للدوري. أفضل صورة نسيت والله، هي المصور مصور مشعل كريم جعفر فاز بيها بأفضل لقطة في عام 95 الصور. هذه اللي الدورة التدريبية للمدربين العراقيين اللي شاركوا في العاصمة السورية دمشق بتمويل من نادي عراقنا. هاي الشهادات اللي حصلوها المدربين من الاتحاد السويدي أو أكاديمية داغرفوش، كان الدعم كان من أكاديمية داغرفوش والمحاضرين من عندهم. هذه كان مباراة خيرية كان شارك بيها الكابتن نور صبري في منطقة السنبوري، وكان حضرها جمهور غفير، وكان الدعم كامل لهذه المباراة الريع مالتها إلى عوائل المتعفف في العراق. هذه زيارة الكابتن نور صبري لحد المدارس في العاصمة السويدية ستوكهولم. هذه تشكيل الهيئة الإدارية لنادي عراقنا، أول هيئة إدارية شكلت بانتخابات وشراف الاتحاد السويدي المركزي كرة القدم. هذا شباب نادي عراقنا الرياضي، فئة الشباب. هاي استضافة الكابتن فيرا في عام 2007 بعد أن حصلنا على كأس آسيا. وهاي كلها هي نشاطات ضمن نادي عراقنا. الفترة الوجيزة اللي صارت هذه، هاي إنجازاتنا في فترة 4 سنوات. والمباراة اللي صارت بالعراق إنه اللاعبين المغتربين اللي، شوف هذه إحنا صارت عندنا عدة، هاي المرحلة الثانية. المرحلة القبلها سوينا اختبارات بالعالم كله، اللاعبين منتخب شباب المهجر. عملنا تقريبا 120، اختبرنا 120 لاعب. وكانت عندنا لجنه
اللجنه الخاصه باختيار اللاعبين، كانوا الكابتن ايوب اديشو، دكتور موفق عبد الوهاب، دكتور عماد زوير، وانا هم كنت وياهم، ودكتور علي الحسناوي. تم اختيار اكثر من 20 ل 23 لاعب. اعمار كانوا وقتها صار 93، وشاركنا في بطوله سيفله اللي هي بطوله داخل السويد، يشاركون بها فرق حتى من خارج السويد مثل بطولة جوتيا هي. شاركنا بها، وصلنا للمباراة النهائية وخسرنا بها، وهذا هم تمويل، يعني تمويل عن طريق نادي عراقنا. وكان بوقتها هم الشيخ عبد السلام القعود هو رئيس الوفد ويانا اللي شاركنا بهاي البطولة. بعدها قلنا نطور الأمور أكثر، أنه نشكل منتخب مغتربين وننتقل إلى العاصمة العراقية بغداد لفك الحصار. اقترحنا هذا الشيء على وزارة الشباب وتشجعوا بهاي الفكرة، وشكلنا فريق تقريبا 24 لاعب من جميع انحاء اوروبا. طبعا دخلنا معسكر هنا في ستوكهولم، بعدها انتقلنا الى بغداد وشاركنا في مباراه مع نادي مع منتخب الشباب اللي كان مدربه وقتها الكابتن حكيم شاكر، وفي حينها تعادلنا يوم 2-2. مع العلم هو المنتخب الشباب كان حصل بعدها على رابع على العالم، رابع على العالم. هاي طبعا هاي طبعا هي الدوره التدريبيه. مستمرين يعني انتم على نشاطاتكم، كان يعني تصدرون لاعبين للمنتخب. طبعا اكيد هذا هو الفرق الكامله للناشئين الشباب والمتقدمين لنادي عراقنا الرياضي. زين الحادثه ما حكينا بها على حادثة اللي نقذت شخصين من الغرق. طبعا هاي الصور اللي دا تشوفوها هاي من صحيفه سويديه هي نشرت هذا الخبر. يعني شلون هاي صارت؟ والله هي صدفه، شوف يعني رب صدفه خير من الف ميعاد. انا كنت منتظر واقف على مرسى مال زوارق، كانت انتظر اصدقائي يطلعون من المطعم حتى اوصلهم. فدخلت سياره من الشارع الرئيسي ودخلت على المرسى، انا كنت اتصور راح يوقفون اكثر اغلب العالم توقف. هذا المكان اللي انت مأشر هذا المكان اللي مأشر عليه هو هذا اللي مع العلم هو خالين علامه خطر انه نزل، لانه ما كان خالين حاجز. هاي السياره دخلت ونزلت بالبحر. انا راسا فجاه نزعت هدومي، يعني ما اعرف واحد دفاعني او فشي، يعني حسيت انه لازم هاي الغيره العراقيه لازم، يعني بدون تفكير، لانه هي اجزاء من الثانيه تدري السياره تنزل بالماء، يعني دقائق اقل من دقيقه راح تنزل هي. فانا استطعت اول ما نزلت فتحت الباب بالسائق واستطعت ان انقذ السائق ووصلته الى منطقه اكو حبال، خليته هذا بدأتنا شفت بوليس، يعني يعني دقائق ما يعني شفت بوليس موجود، فهم اللي صعدوا. رجعت على الثاني السياره نزلت بالبحر، استقرت في قاع البحر. نزلت ففتحت الباب مال السائق، ما انه دخل مي من الباب السائق، فالباب الثانيه اللي قاعد بها الشخص الثاني، هم اثنين كانوا مزدوده قدرت افتحها بسهوله، انفتحت. اريدت ارفعها ما قدرت ارفعها، بعدين مره ثانيه نزلت لزمت الحزام، كان لابس حزام. هذا اللي عاقني كلش، لانه تدري لازم ادخل افتح الحزام من جهه ثانيه وهي ظلمه اساسا، يعني انا مجرد باللبس وجوه. فصعدت قلت لهم انا هذا الشخص لابس حزام ما اقدر اساعده، فبدت طياره هليكوبتر. هاي الامور كلها تتصور مباشره عن نقل التلفزيون السويدي. نزلت جاءت طياره هليكوبتر، يعني قفز غواص موجود بالصور موجود وياي. نزلنا انا وياه قص الحزام وصعدناه، هذا تقريبا طول الشخص 8 دقائق، حتى صار في حين تلف الدماغ وثلاث اشهر بقى، بس الحمد لله والشكر يعني عاش. وهاي الحادثه عملت ضجه كبيره في السويد، ما كنت اتوقع بهذا الشيء. احنا عندنا شيء طبيعي، يعني حتى من قابله الملك في حين يعني صارت مقابله للملك. فقال لي شنو هذول تعرفهم؟ قلت له لا والله ما اعرفهم، ما عندي علاقه بهم. قال لي زين شلون انت؟ قلت له هيك صارت صدفه ونقفزت طلعتهم ونقذتهم. فقال هذا عمل كلش كبير بالنسبه لنا، في حين اعطاني مكافاه من، قال لي حتى كتب من جيبي الخاص هذا. وانت قلت لي انه حتى تسرعت عمليه حصولك على الجنسيه. هو بوقتها قال لي انت شنو منيتك؟ قد صار لك بالسويد؟ طلع صار لي سنتين ودا ادرس هسه في حينها. فقال لي اللغه كنت ادرس اللغه السويديه العفو. فقال لي شنو منيتك؟ قلت له والله انا يعني احصل على الجنسيه السويديه. في وقتها قال انا هاي مو من ضمن صلاحيتي، انا صح ملك وهذا، وانت يعني
فقال لي انا حشوف دارة الهجرة يعني من ضمن صلاحيات دارة الهجرة مو من ضمن صلاحيتي، بس يدري هو ملك ورمز بالسويد، من يطلب هذا الطلب يعني اتصور هم اللي كان يعني انه سهلت في عملية حصولك على الجنسية باسرع من الطبيعي. هو سنتين ثلاثة اشهر في حين هي الجنسية لازم خمس سنوات تقدم على الجنسية بالسنة السادسة تحصل عليها. انا في سنتين ثلاثة اشهر في رقم قياسي لأول مرة في السويد تحصل على الجنسية السويدية في هذا الوقت. يعني حلو انت يعني فان دام العراق. هذه ما هي حادثه مشهوره لحد الان، هي صار لها تقريبا 23 سنه وبعد الناس تحكي وبعد لحد الان الوحيد اللي حتى درست في مدارس من المدارس السويديه. هاي كلها هاي حكينا على مسيرتك الكرويه ونادي عراقنا والنشاطات اللي صارت. شو كنت صارت فكره انه انت انضمامك او شلون صارت تشكلت هاي لجنه المغتربين؟ يعني هل هي كانت اللجنه موجوده وانت انضميت لها لو ما كان اكو لجنه وتكونت لو شنو؟ شوف اني بعد ما اخذنا المنتخب المغتربين لعبنا في بغداد لكسر الحظر عن العراق، في حينها صار لغط في الشارع الرياضي، يعني بلد في حاله فوضى ودائما يخونوك ودائما شو اسمه. هذا الموضوع جدا مؤثر بالنسبه لي لانه انا سمعتي فوق كل شيء، صح انا العراق خدمه بعيوني وروحي له يعني، ويعرفون العالم ايش قد انا ايش قد حب للعراق ما له مثيل حسب ما يعني ما يقولوا لي زين. بس من توصل حد للنزاهه انا هذا، لانه انا يعني قدر الامكان احاول يعني مسيرتي تكون صفحه بيضاء وكل العالم تعرفني، فما اريد الطخ هاي المسيره فشي غلط. بس انت دا تحكي فهذا اللي صار قبل انضمامك للجنه ولا تحكي؟ لا لا هذا قبل انضمامي، دا احكي لك انه من صارت من اخذت لاعبين مغتربين ايه؟ للعراق وشاركنا ملعبنا بملعب الشعب في مع منتخب الشباب منتخب الشباب في حينها ايه؟ صار علي اللغط انه اكو فساد اداري بالوزاره ما اعرف ايش، وانا اندمجت وياهم، وانا بالنسبه لي ما لي علاقه كان يعني، حتى طلعت وقتها في برنامج حيدر زكي فوضحت الصوره انه احنا بعثت لنا تذاكر للسويد ورحنا للعراق واستقبلونا بالمطار ودونا فندق، نهائيا ما كان اكو مبلغ بالموضوع يعني ما عندنا هم دا يصرفون، فاحنا دخلونا من حينها انا قلت وقفت من 2009 كانت اتصور زين. بس تدري احنا على تواصل دائما هذا، بس هو فكره اللاعبين المغتربين يعني من المدرسه الكرويه احنا كنا نسوي حتى نجهزهم يعني من 2005 احنا فكرتنا انه ننقل اللاعبين ننقل فكره المدارس الكرويه. شو وقتها بدات هاي الفكره؟ هاي موجوده قبل لو هاي موجوده قبل احنا يعني اقول لك احنا من 98 ما نادي اسمه راكسكا بس هاي بعدين نحكي ورا السقوط اي لانه قبل 2003 ما كان اكو احتراف فماكو ما كان اكو استقطاب بالضبط. احنا الفكره هي من شكلنا النادي وقلنا يكون تواصل مع العراق، بس اتصلت انا بوقتها بوزاره الشباب والاتحاد العراقي ما حد تعاون ويانا يعني. زين شنو اكو كانت غيركم لجنه مثلا بامريكا باستراليا بقارة ثانية لو بس انتو ما عندك علم؟ احنا متواصلين يعني احنا منسوين اختبارات من اختبارات ال 120 لاعب كانوا بالعالم كله يعني في كندا كان الكابتن باسل جورجيس اختبر لنا كم لاعب، في ألمانيا كان محمد فاضل كابتن محمد فاضل اختبر لنا لاعب، في حتى في استراليا الكابتن اكرام عمانيل اختبر لنا لاعب، في امريكا كان يعني فلا حسب قبل ما يوصل كابتن فلا حسب قبل ما يوصل يعني انتو كنتوا الشبكه كنا متواصلين كنا في النرويج كان سعد قيس وكابتن حيدر جعفر واول لاعب يعني ما اعرف انا اذا تعرف اول لاعب استقل للعراق هو اللي كابتن احمد ياسين وجاستن ميرام وياسر قاسم. وش عن طريق منو كانت هو عن طريقنا كان يعني هم عائله احمد ياسين عائله رياضيه تواصلوا في حينها ما اتذكر من شو اسمه، بس احنا كنا يعني تدري خليه عمل كنا فنوصل الفكره للاتحاد وبدت من احمد ياسين وبدت الفكره تنضج وتطورت ومشت في لجنه المغتربين. اللجنه كانت تتغير دائما على اعضائها اي طبعا هي شكلت اول لجنه في اتصور في اول لجنه شكلت حسب ما اتصور في اللجنه التطبيعيه اللي تشكلت الاتحاد العراقي كرة القدم وبعدها مشت هاي اللجنة توقفت وياهم يعني متواصل. انا ما كنت وياهم قلت يعني بس كانوا يتواصلون وياي لانه انا حكم رياضي وعلاقاتي تدري بالسويد يحتاجون حتى علاقات السفارة العراقية تدري اوراق والامور هاي الثانية كلها
عن طريق عند كل لازم تسهيل الامور. فكنت انا بس بصوره غير رسميه كنت اساعد يعني وياهم، بس هم انخرطوا بهذا الشيء. كنت انا الفتره هاي كلها كنت يعني مشغول بعمل ثاني وملتي. بعدين الامور شويه تعقدت، لاعبين صاروا اكثر، اللجنه انحلت زين، ف صارت الامور يعني تغيرت الامور انه استعانوا بينا. احنا كنا ثلاثة اشخاص اللي هو الاستاذ زيد الزيدي والاستاذ علي الشهيم واني، تشكلت لجنة وبامر اداري من الاتحاد العراقي مركزي كرة القدم. لانه كثرة اللاعبين وكثرة الامور هم تعقدت، يحتاج كل لجنة، واللجنة تكون رسمية. ليش؟ لانه هواي ناس تدخلت، هواي عالم قاموا يتصلون باولياء امور اللاعبين يقولون احنا من الاتحاد العراقي، احنا لازم يعطوهم يعني تفسيرات، يعطوهم فيديوهات وتبين انه هذول سماسرة. فما كان اكو صار، ما صار اكو مصداقية بالموضوع. فالعالم هذا الموضوع كلش مهم، عالم قامت تتجبجب، كل عالم قمنا نتصل بيهم يخافون. انت منو يعني؟ انا اقول لهم يا ابو علي مثلا عضو لجنه المغتربين، قال واحد من الشباب قال كلهم اللي خابرونا عضو لجنه، كلهم اعضاء لجنه، من نريد نعرف شنو. فقمت شو اسوي؟ اضطر اني من اتصل بحد اولياء الامور، اتصل واربط مكالمه مشتركه مع الكابتن عدنان درجال او الكابتن غانم عرابي حتى العالم تصدق. يعني تدري هذول ضم مصداقيه، احنا ممكن الناس ما تعرفنا، بس الكابتن عدنان درجال والكابتن غانم عرابي شخصيات معروفه بالاضافه لهم يعني بال يعني رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عندار دجال، وجه له تحية. كان طبعا متواصل يعني مرة من المرات ساعة واحدة بالليل يعني مع الله يذكره بالخير مع والد أندريه الصناطي. خابرني قال لي شنو المشكلة؟ قلت له كابتن ترى أبو أندريه مدي يعني مدي يعني حقه يعني أو ناس كثير دي يتصلون بي فممكن تتكلم. قال لي ربطت اتصال مشترك وحكى وياه، حتى قال له انا تعال وانا اكون وياك 48 ساعة، انا اكمل لك معاملتك ولا تخاف هذا بلدك، ويعني شجعه. فالشيء دافع معنوي اثر كثير، لان هذا الشخص من سوينا له المعامله مالته راح يحكي باقي اللاعبين اولياء امورهم، فراح ينفتحون. وفعلا هاي المعاملات من سويناها انفتحت هواي افاق لباقي العوائل، شجعوا كثير، حتى عالم قالوا احنا نجي. قاموا يجون للعراق، هو يعني استقرار العراق هم بالضبط، وهي بطولة الخليج كانت عامل دافع كلش يعني كبير في استقطاب اللاعبين وتشجيعهم لوصول للعراق. زين انا عندي شغلتين مهمه، هل دور اللجنه او العضو اللجنه يستفاد ماديا من هذا الموضوع؟ لو هذا عمل تطوعي، هاي الناس يمكن هواياكم يعرفون وما يصدقون اذا هو كان تطوعي او اريد اسمع من عندك يعني شنو تطوعي، اكو راتب، اكو فلوس؟ بصراحه هي اللجنه يعني لجنه تطوعيه. احنا اساسا قبل ما تشكيل اللجنه احنا كنا تكليف رسمي من الاتحاد، بس بصوره غير رسميه يعني مو امر اداري يعني ما مكتوب يعني، بس لا اي بس تكليف من قبل الكابتن عدنان درجال وكابتن غانم عرابي. كملنا كثير من الاوراق. بعدين من صار اللغط على اللجنه وقالوا انه قلت يعني انا تكلمت باجتماع مع الكابتن عدنان درجال، قلت له انه تصير عندنا مشاكل ويا اولياء امور اللاعبين، فاحنا ليش ما تخلونا يعني بصفه رسميه يعني شنو هذا الرجل. يعني وافق وبامر اداري شكلنا احنا ثلاثة اشخاص وارتباطنا بلجنه المنتخبات واستمرينا بعمل الاداري. بهالاثناء من صدر الامر الاداري وصدر عن طريق الاتحاد العراقي مركز كره القدم، العالم عرفت بينا، فقمنا نتصل، صار الامر رسمي يعني. حتى الامر الاداري اذا احد اشخاص يقول لك ما صار، انا بعت له مثلا على الواتساب الامر الاداري وتعينه، بس هذه الامور تطوعيه يعني. حتى بس لا حتى الناس يقول لك لا هذا لا كلاوات هاي ما شو هي. هي هاي المشكله، انه تدري الوضع بالعراق والفساد والامور الكثيره ما حد يصدق. احنا شوف احنا يعني مرات اشوف اللي خارج العراق حبه وتشغفه بالعراق فشيء كبير، لانه احنا فقدنا. شلون واحد انحرم من امه، انحرم من والده، احنا حرمنا من العراق فبقينا متعلقين به. فمن ده سوى هذا الشيء بصوره تطوعيه يمكن ما حد يصدقنا، بس اللي يجي يشوف المعاناه والغربه اللي احنا بيها
زين راح يصدق احنا ليش بدنا نسوي هذا الشيء. يعني حقهم هم ما يصدقوا، لانه اي واحد يسوي عمل وبيش جهود وبيش تعب، يعني خاصه هاي الفتره الاخيره تعبنا تعب، يعني حتى ايام ما ننام ما حد يصدق، لانه المعاملات بالعراق فالشيء يعجز اللسان عن كلامه. يعني ما اعرف، انا مريت مراحل خاصه اوراق اللعبه اندريس صناطي، يعني بحياتي بعد ما امر بهيك مراحل. يعني اراجع دوائر لمده 15 يوم من 7 الصبح ل 7 العصر، حتى زين اكو دوام مسائي ما شاركت، يعني اكو دوام مسائي حتى تصير باسرع عشان طول الشهر بالضبط. اي فهاي المعاملات تمر على عده مراحل. سيقول لك والله ليش ما تجيبون استثناء رئاسة الوزراء؟ يا اخي هو هذا قانوننا، هاي الضوابط مال العراق، ما نقدر. يعني خطيه كلها اغلب الموجودين يعني بالدوائر يحبون يساعدونه، يعني شوفهم واكو بنفس الوقت ناس لا، يعني بصراحه احكيها يعني بس الاغلبيه أحشيها. يمكن اغلبيه يعني يتعاونون. يعني انا اذكر مثلا جنسيه الكرخه قد ما راجعتها، يعني اكو 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 ضباط اثنين ما انساهم يمكن مدى الحياه، هالقد ما حبوا يساعدون. يعني ما عندهم عقيد سعد، والشخص الثاني رائد ايهاب، هذول اشخاص جدا رائعين يعني كلش تعاونوا ويانا. يعني هذا عقيد سعد من اشوفه يضحك اقول العراق بشر بخير، من ادخل عليه اشوفه يضحك ضحكته يعطيني دافع. يعني صار عندك علاقات جوا، صار عندي علاقات الناس، بس اكل يعني هو لازم ما تخلو من هاي هي هاي المشكله. يعني انه مرات تهبط معنوياتي من اشوف شخص يعني ضباط كبار يتعاملون بصوره ما اعرف، يعني كلش تدري انا جاي من برا، يعني صار لي 26 سنه خارج، ما متعلم على هاي المعنى. ما متعلم على هذا، يعني من يصدق بها بهالطريقه هذه يعني معنوياته تهبط. فبس اكو اشخاص بيضوا صفحتهم من يتعاملون ويانا كانه يتعاملون ويا يعني معاملات اطفالهم. فهذا هذا الشيء يعني شجعنا بكثير. نرجع لموضوعنا، انه احنا بينت لك انه ليش احنا لجنه تطوعيه وهذا، يعني احنا اكيد 100% ولاءنا للعراق وحبنا انه نشوف منتخبنا يقارع الفرق القويه بالضبط. بس لما صارت الكتاب الامر الاداري اكو كان اعتراض على الموضوع؟ اي طبعا اكو ناس يعني ما تحب المغتربين، يقول لك احنا هذا المحليين، هذا اللي تعب، هذا اللي عانى. هم صحيح احنا انا 100% يعني متفق وياهم، بس يا اخي احنا نريد منتخب، احنا هذول هم ولدنا، هذول يعني دا يجي هو مستعد انه يعني دا يجي للمجهول، تدري هذا مولود بغير بلد ودا يروح دا يجازف ودا يروح لبلده زين، فهذا عنده دافع قوي. ثم هذول دا نجيبهم احنا، اولا اعدادهم صحيح واساسهم يكون صحيح، فمن يجي يتعامل ويا احترافية حتى المدرب ما يتعب وياه. يعني هذا الشخص يجي الساعه 10 نايم، اكله صحي، تمرينه يعني يجي من تمرين يتمرن يصعد على الجيم. انا تواجدت ويا اللاعبين هاي الفتره اللي جوي زيدان اقبال، علي الحمادي، سامر رشيد، الكسندر اوراها، يعني يجون من التمرين قبل يصعدون على الجيم يتمرنون، ما تتعب وياه. قبل الساعه 10 مره خابرت زيدان اقبال الساعه 10 نايم زين، يطلعون يقول لك لا احنا لازم نرجع. هم يقول لك لازم نرجع، احنا وقتنا لازم نرجع ننام. شوف هذا الشخص ما يتعبك زين، مو بالاضافه الى انه بالمباريات وبالتمرين من المغرب يعطي واجبات راح يلتزم بها لانه هذا محترف ودارس. فهذا الشيء يعني شجع المدربين انه يستقطبون لاعبين محترفين. نفس الوقت احنا اكو اللوب الثاني اللي هو ما يعارض انه وجود اللاعبين، ما اعرف شنو يعني ما اعرف التقاطعات هاي ليش بصراحه. يعني هل انه لان هم يريدوها لو هم اصلا ضد فكره المغتربين؟ هم يعني اللي اتهمت انه ضد فكره المغتربين، لاعب المغتربين يقول لك اللاعب المحلي افضل، بس احنا دا نشوفه ودا نلمسه انه اللاعب المحترف انه يعني امكانيته اعلى، يعني حتى الدوريات اللي مشاركين بها اعلى من دورياتنا الموجوده. بس هو مو لانه انا اللي سمعته او من التعليقات اللي اشوفها بالسوشيال ميديا انه يقول لك ها هاي بها فلوس والتجاره صارت، ماكو بها تجاره وهي الناس تريدها لهم والناس هي هاي المشكله اللي صارت. احنا من دخلنا وزكونا اكثر من شخصيات معروفه انه بنزاهتنا غاضت بعض الناس، فظاهر اكو سمسره بهذا الموضوع ولهذا صار لغط عليها قبلنا. فانه كانت يعني انه اكو ناس سماسره يسوقون هذا اللاعب حتى يلعب بالمنتخب حتى تصعد قيمته السوقيه، فبلتنا هم راح ياخذون فلوس من عنده او نسبه من عنده من يتعاقد. فهذا الشيء احنا
بعيدين عنا. اولا اول طلب طلبنا من الاتحاد العراقي انه احنا نكون اللجنه لجنه اداريه فقط، ليس فنيه، حتى لا نتدخل او حتى لا نتقاطع مع الكادر الفني المنتخب. فاحنا تتم العمليه بمراحل، اللاعب عندنا قاعده بيانات موجوده في جميع اللاعبين جميع العراقيين بجميع انحاء العالم، يتقدم الى المدربين الناشئين الشباب الاولمبي والوطني، يشوفون اللاعب مثل يقول لك انا هذا اريد هذا اللاعب اريد هذا اللاعب اريد هذا اللاعب، احنا نشوف الوضع القانوني شنو ونكمل. بس القضايا الفنيه احنا نهائيا ما لنا علاقه على الكادر الفني اللي هو على الكادر الفني حتى تكون اللي حتى تكون العمليه صحيحه. انه كل واحد بالضبط حتى لا تصير تقاطعات وتصير اشكالات بهذا الموضوع نهائيا. ولهذا تمت العمليه بسلاسه خاصه مع الكابتن كاساس المدرب المنتخب الوطني. زين، السؤال اللي هم اريد اعرفه ويمكن يعني مهم انه نعرفه، كم لاعب انتوا كلجنه انجزتوا اوراقهم؟ يعني بدون انتوا الثلاثه هاي اللجنه اللي هسه زيد الزيدي وعلي شهيم وانت، كم لاعب انجزتوا اوراقهم حتى انه للتاريخ؟ اللاعبين هم كلها تقريبا، احنا زيد الزيدي استاذ زيد الزيدي وعلي الشيم كانوا قبلي هم يعني زيدان اقبال، علي الحمادي، علي الموسوي، يعني كل اللاعبين الموجودين، امير العماري علاء فاضل، كيفن يعقوب. بس انا اللي من دخلت باللجنه يعني اول ما بلشنا مارتن حداد، مروان البازي، كيفن يعقوب، عمار محسن، واخر شيء كملت اوراق اللاعب اندريه الصناطي، وكانت هاي اخر يوم الي بلجنه التنسيقيه للاعبين المغتربين. زين نرد نجي هذا الموضوع المهم اللي كل الناس يعني جتني هواي تعليقات، اني رسائل خاصه، تعليقات على حتى بوستات ما لها علاقه بالموضوع يكتبوا لي، ويمكن اكيد لك همين يكتبوا لك. الاشكال اللي صار من انت شنت ببغداد، يعني اريد توضيح لان اكو اراء مختلفه، ناس تقول صوتك، ناس تقول صوت الطرف الثاني، ناس تقول، يعني اريد يكون توضيح للموضوع بشكل منطقي حتى الناس يعني انه تعرف اللي صار. بصراحه انا يعني من بلشنا بمعامله اندريه الصناطي يعني على فتره طويله، تعاملنا باحترافيه، يعني مخاطبات، كتب رسميه، يعني اغلب العالم الناس طبعا اتصالات يعني متواصله، يعني خاصه بعد اللي صار، يعني انا شفت الجماهير الرياضيه، انا اوجه لهم اسفي، يعني انه انا صعب يعني التواصل وياهم، او يعني يدزوني مسجات عالم تتصل علي، يعني انا بصراحه بموقف كلش ما يحسد عليه، لانه اللي صار يعني ما حلو بحقي انا شخص جيت تطوعي يعني اخدم البلد. طيب قبل ما نحكي بها، انت روحاتك وجياتك هاي التكتات الطياره الهوتيلات، ها هي علي من هاي المصاريف تكاليف؟ هي مصاريف بما انه احنا يعني اساسا بدون رواتب، يعني ما عندنا اي عقود مع الاتحاد العراقي، يعني متطوعين احنا. ثانيا اكو شغلات تدري الرسميات او الكتب، كتابنا وكتابكم تحتاج لها وقت طويل بالنسبه للصرف. فاحنا الاستعجال تدري احنا مثلا اندريه الصناطي يريدوا شهر السادس من عندنا، فما خاطب الاتحاد وعلى ما يصرف لي المبالغ اللي تكلفه الطيران والسكن وهاي الامور، يعني فتره طويله. فمن ابلغ الكابتن عدنان درجال والكابتن غانم العرابي اللي هو اتصالنا مباشر بيهم، يقولنا تصرفوا بسرعة وقت، فاحنا نضطر احنا نصرف من جوبنا ونجيب وصولات. زين، والوصولات تندفع لنا من عن طريق ما عدا انه هذا الفندق اللي صارت العثره الوحيده اللي انا ما دفعت فلوسه بصراحه. طيب. انه انا يعني مثل ما شفت يعني الموجودين اشخاص تابعين للاتحاد موجودين بالفندق، بالاضافه للمدربين ايضا واللاعبين اللي جوي، وانا جايب لاعب وياي، فهذا اللي صار. فبلغت الاتحاد قلت لهم اني اوكي يعني اقطع تذكره اللاعب اني واللاعب وجايين، وانا بلغتهم باليوم اللي احنا وصل بيه، وفعلا كانت اكو سياره مجهزه انه جابتنا من المطار الى الفندق. وقبلها اني تدري مثل ما اتعامل باحترافيه، انا اتاكد من كل شيء، ما انه انا قطعت التذكره، فلازم اتاكد من حجز الفندق، لانه فاتصلت بالفندق ودزوا لي مسج انه حتى موجود عندي بالتليفون تاكيد الحجز اسمي واسم اندريه الصناطي. وصلت للفندق، موجود الاسم صحيح،
بس قالوا لي هذه مو على الاتحاد العراقي. قلت لهم ما اعرف. هي من البدايه لو انت ما كنت تعرف. من البداية. اول شيء ما كنت تعرف انت انه انا ما اعرف اكو حجز موجود هو بالفندق. حجز موجود باسمك. باسمي باسم اندري. اي فاتصلوا فقلت قالوا انه مو على الاتحاد العراقي. قلت لهم ما اعرف اتصلوا منو اللي حجز اياهم. اتصلوا بوقتها في الاستاد كوفنت كوفنت عبد الخالق وبلغوا انه هذا الشخص. انا حكيت وياه بوقت اخذ تليفون حكيت وياه قلت له انا جاي واسمي موجود بالحجز بس ما اعرف شنو هذا سياق العمل مالتكم انه انا جاي على الاتحاد. فهو الشخص بوقتها قال لهم اوكي يعني خلوهم. فاني كنت اظن انه صحيح يعني انه اكو كتاب اكو شيء رسمي. أوكي. يعني ما كان عندك تفاصيل. ما اعرف تفاصيل يعني انه هي... كان مسؤول على وضع الفندق والزبائن او اللاعبين والكادر التدريبي الوفود اللي جايين على الاتحاد. زين. وانا من ضمنهم. زين اللي يعني باختصار انه اللي كان يصير انه انت من تريد تروح للعراق تاخذ لاعب او مع اهالي اللاعب مثل ما صار ويا اندريا السناطي. اول شيء انت رحت للعراق ويا ابوه والاب والام. هو انا سويت اول شيء تدفع إيه؟ انت من جيبك لحد ما بعدين تلم الوصولات وتعطيهم اياها. هو انا صار لي 6 اشهر 7 اشهر ما مستلم انت مطيهم الوصولات. وصلت مرحله وانتظر انه يصرفوا لي الوصولات. والله هاي بس ماكو اي اجور على الاتعاب اللي انت سويت. وانت من اجى اندريا رجع. المشكله اندريا صارت رجع للسويد. صارت جبت والد اندريا ام اندريا رحنا للعراق وكملنا الاوراق وصدرنا صوره قيد الوالده اندريا. كل مشكله ماكو. هم نفس الفندق سكننا طلعنا سوا لانه حسب رجعنا. متابعتي للقصه اللي صارت انه انت الاشكال بدا لما اندريا رجع للسويد. هم تخيلوا يمكن انه انت المعامله خلصت لان باعتبار اندريا رجع. ماني بلغت الاتحاد انه قلت لهم يعني اندريا لانه هو اندريا النادي طار 4 ايام اجازه. فبهالفتره قدرنا انه ناخذ بصمتين ونعلقها. وبعدين انا عندي وكاله من اندريا ووالده اندريا اكمل المعامله بما انه عندي وكاله اني. فاستمريت. فطولت القضيه تعرقلت عده مرات ورادوا الجواز مال اندريا وقلنا لهم اندريا مسافر. دزينا جواز بيد احد الاشخاص الى ان وصل لنا وراء 4 ايام. يعني اندريا رجع للسويد وانت كملت. انا كملت طبعا. أيه. بلغت الاتحاد انه انا دا اكمل لانه عمليه طويله يعني صح. أنا هو اهم شيء عمليه التجنس. عمليه التجنس جدا صعبه كانت انه بعدين حتى جبنا شهود. كنت انا استاذ زيد الزيدي شهدنا على تجنس اللاعب اندريا السناطي. ووراها كملت من صار التجنس امور بقيه يعني الروتين طويل صحيح بس الروتين مسألة وقت. أهم شيء هو التجنيس وبقية مسألة وقت كملنا. المهم فمشت الأمور تعرقلت عدة شغلات. المهم استمر كملناه. كملت يوم 5/4 أنا يوم 30/3 دا أجي للفندق دا أدخل صراحة بالرسبشن قالوا يا بترى اتصلوا الاتحاد انت لازم تغادر الفندق. انا استغربت. شوكت سافر اندريا؟ شوكت رجع اندريا سافر يوم 22 19/22 رجع. بس انا يعني تدري دا اكمل يعني الاوراق. فقلت لهم شنو غادر يعني ما دافتي؟ قال لنا اتصل الاتحاد وقفوا. قلت لهم اوكي ما مشكله وقفوا انا اكون على حسابي يعني. أي. يعني انا متعلم على حسابي وانا دا ادفع كل الامور هي بقت على الفندق يعني. اي فقلت لهم اوكي مو مشكله وقفوا هذا. واني من اريد اطلع اسوي تشيك اوت سلمتهم جوازاتي عندي جواز عراقي وجواز سويدي اعطيتهم اياه قلت لهم خلوه عندكم ومن اريد اطلع انا يعني اسوي تشيك اوت ادفع المتطلبات الفندق. اوكي بعدين بلغت انا حزت بنفسي هذا الشيء يعني صعب انا جاي دا اسوي معامله دا يعني دا كمل اوراق لاعب وهي شيء موقف. قلت مو مشكله اكو تقاطعات تصير اكو شغلات واحنا ضمن خليه عمل واحده يعني منظومه واحده. ما اريد يعني نهائيا ما حجيت. بس الخبر تسرب بالمواقع فشيء عجيب يعني انا بعدني من بلغوني بالفندق بالريسبشن صعدت بس بعدني دخلت للغرفه لسه المسجات جتني مواقع منزل الخبر ماخذين لك سكرين شوت. يعني انت ابد ما كان عندك تصريح او انطيت اي معلومه لاي نهائيا ما اعطي شلون يعني انا اولا ما اريد انتقص من شخص من ضمن منظمه الاتحاد هذا يعني شخص منتخب وشخص انا بصراحه محترم يعني مو وثانيا ما انتقص من نفسي يعني مو معقول انا اذكر نفسي انه انا انطردت من الفندق يعني ما حلوه بحقي وبنفس الوقت ما حلوه بحق عضو بالاتحاد يعني حتى اثر اكو اشكالات بيناتنا. طيب الخبر انتشر زين الخبر انتشر انا بصراحه
هم قنوات اتصلت علي، يعني اغلب المواقع ما نهائيا شو صار، شو اقول يعني. بس وصلت الوضع للاتحاد، قلت لهم يابا هيك صار يعني، يعني شو يعني، قلنا حل. انا بالنسبه لي ما عندي مشكله، تريدون ادفع ادفع زين، بس انا ما كنت حاسب حساب انه يعني هيك مصاريف راح تصير. اولا انا قلنا 4 ايام نخلص الموضوع ارجع ويا اندري، ما رهما تاخرت. ثانيا انا كنت اتصور انه اكو متعلقات راح تعطون اياها الاتحاد زين، وكنت اتصرف من اخذها، ما صارت لانه يعني الروتين شويه طويل بالاتحاد وتاخر علي. قلت مو مشكله، فقلت لهم شوفوا لنا وضع يعني صوره حل. مرت عده ايام واتصل بي كابتن مهدي كريم، انت يا يوم كنت موجود، يوم 19 ويوم 22 رجع اندري، هاي الفتره كلها انا موجوده. اوكي رجعت للفندق العصر، صاحني بالريسبشن، قلت له ها خير هم شي؟ قال لي والله الاتحاد خابر وهاي الامور يعني تصلحت، وانت ان شاء الله باقي على نفقه الاتحاد العراقي. قلت له شكرا. طيب اكو كان شخص الى سبب هذا الموضوع انه بلغ الريسبشن انه انت هاي الايام لازم عليك، يعني من بلغوك انه بعد الاتحاد شال ايده؟ هم اتصلوا بكتب استاذ كوبن. استاذ كوبن الظاهر اكو اشكالات صايره يعني بسياق العمل، فالظاهر انه هو ما يعرف انه هو من التقيت به اخير يوم اللي صارت الاشكال، هو اللي صار العتب عليه، هو صار على هو العتب عليه الرجال. الشخص يعني كان انا بصراحه اشوفه ضحيه يعني، ما اعرف شنو اللي صار. بس انه اتصلوا بيها بوقتها انه استاذ كوبن هو متصل بيهم انه توقفون اليوم من يوم 30 وبقيه الايام هو يريد يبقى يدفع على حسابه الخاص. فهو الظاهر انهم مبلغين الفندق، انا اللي افتهمت من عنده من اخير يوم انهم الفندق هو قايل لهم انا على حسابي الخاص، هذا ضيف جاي الساعه 3 بالليل، ما معقوله انه لانه ما وصل كتاب من الاتحاد، فما معقوله اخليهم هو ضيف وجاي لاعب وياه فخليه على حسابي. بعدين هو ظاهر ناسي ورا 3 يوم 30 بالشهر مبلغين. اوكي بلغين على حساب انه على حساب. فهو قال لهم اني بالنسبه لي انا استضافيته الاسبوع بس بعدها ما اقدر، اني ما لي علاقه بالموضوع. هذا الاشكال اللي يعني صار، يعني كان اكو سوء تفاهم والامر ما اجى بالضبط وقت اللي انتم وصلتوا. ايه بالضبط هذا اللي صار. يعني انه انت بعدين من دا تريد تطلع هو مثل قلت لك، انا قلت لك انه قالوا لي الفندق انه كل شيء تمام والنفقه على الاتحاد زين. جيت اليوم اللي غادر، كان طيارتي الساعه 6 الصبح، جيت غادر الساعه 3 الفجر. انت عبالك انه كل شيء مرتب، كل شيء الامور. فقلت لهم انا بدي اسوي تشيك اوت، دي يسوي هذا. قالوا لي اكو علي تعلقات عليه. قلت لهم الظهر قلت لي انه الامور انحلت والاتحاد راح يدفع النفقات السكن مالتكم. قالوا لي لا ماكو شيء، ما مأشرين عندنا بالش اسمه. قلت لهم اتصلوا بالريسبشن ليش حكوا هذا الحكي هذا، من هو؟ مهم صارت اشكالات شيء هذا. قلت لهم انا بالنسبه لي بلدنا كانوا موجودين اعضاء الاتحاد بالفندق، كانوا على السحور بنفس الوقت يعني قاعدين كانوا. واجا الاستاذ كوفند وصار عتب بين يعني على المود موضوع اللي هو شو اسمه، هو شخص يعني اشوفه يعني حقه انه تعرض الى هجمات كثيره على مواقع التواصل الاجتماعي. فقلت له انه انا السبب يعني مو من عندي انا اصلا، حتى تصريح ما صرح اصلا، اكره هاي الامور زين. وصار اللي شيء انا ما لها، بس خاطبت الاتحاد قلت لهم يابا اكو هيك شيء تصلحوا الموضوع لو شنو اللي راح يصير، اعطوني حل لانه انا ما عندي وقت، لانه دا اطلع من الصبح ارجع بالليل بس دا اكمل المعامله، فحلوا لي هذا الموضوع. كنت اصور انه انحل بس شو الامور هيك صارت. المهم ما نحل الموضوع، لان اتصلت بالكابتن غانم عربي وشخص متفضل يعني جاني ساعة 3 بالليل وحل الموضوع ووقع على مسؤوليته واخذ جوازاتي ووصلني هو للمطار. يعني كان راحت الطيارة علي، لغت صار لمدة ساعة احنا بس نتناقش على هذا الموضوع وما نحل. بعدين الى انجل الكابتن غانم عربي حل الموضوع وصلني للمطار. بس انا ظلت يعني هاي اهانه يعني كلش يعني ما متعرضه بحياتي كلها. يعني شفت الموقف اللي صار قدام الفندق وقدام الزباين قدام الريسبشن، هذا الموقف يعني كله صعب، حزت بنفسي لان انا جاي دا اخدم بلد
وجاي على حسابي الخاص وجاي هالتعب هذا كله و15 يوم عايف عائلتي وزين وهاي الامور كلها بعدين اتعامل بهالطريقه يعني هم اكو ناس صعبه كلها صعبه عليه اكو ناس يقولون مثلا هذا اللجنه هي شيء حديث وهاي المناصب او ما موجوده هاي يعني ما موجود صفه قانونيه بالاتحاد انه عضو لجنه مغتربين وينصرف عليه تكاليف انه رحلاته ومعاملاته ويا اللاعبين. احنا ما قلنا شيء احنا شغله طارئه وامور سريعه لان احنا تدري عندنا استحقاقات بطولات جايه قادمه فاحنا لهذا احنا بدنا نصرف من جيبنا الخاص وبعدين الامور تمشي بالسياق القانوني وما عندنا مشكله. بس مو معناها اوصل بهيك مرحله يعني شو ما يكون انا ضيف عندكم يعني زين شنو كان يعني اكو صار تواصل ويا كابتن عدنان درجال خلال هاي الاشكالات اللي صارت شنو كابتن عدنان درجال يعني كان تدري شخص يعني امور كثيره مشغول بامور كثيره هو بكتها هم يعني حتى بلغنا وقال لا امور ماشيه وانا حبلغ الفندق وينتهي الموضوع فعلا يعني الفندق بلغوني انه خلاص هاي يعني راح تكون على نفقه الاتحاد وكل شيء جاهز وكل شيء انتهى. زين اكو احد كان له دور يعني انه يسوي هاي الاشكالات؟ ما اعرف اكو ايادي خفيه وراء هذا الشيء، انا يعني ما اريد اظلم احد بصراحه لان انا قلت لك حياتي صفحه بيضاء، ما عندي لا يعني اتحمل يعني اكون ما تريد تكون سبب انه ينحكي على شخص بالضبط ما اريد اي بالضبط ما اسمع يعني مثل ما اشوف نفسي يعني انا ما اريد بد يوم من الايام احد يكتب علي تعليق انه هذا الشخص خاصه تمس اعراض تمس يعني اباء وامهات هذا فشيء كلش ما حلو يعني خاصه مثل شخصيات ناس يعني منتخبه من قبل هيئات عامه يعني صح. مو شخص عادي يعني فهذا الشيء ما اسمعها وبالاضافه الى هذا راح يمسني الي لانه انا من ضمن منظومه الاتحاد وهذا السبب انا ظليت يعني هاي الفتره كلها ساكت بس بنفس الوقت هاي الامور اللي صارت وياي انا تحز بنفسي لانه انا ما استحق هذا الشيء انا جيت دا اسوي شيء دا اخدم بلد ودا اكمل اوراق وبدون اي لا لا لغط لا حتى القنوات اللي تتصل بي تقول لي تعال نريد نسوي مقابله وحتى دا ارفض حتى زعلوا من عندي كثير من مقدمي البرامج اوجه لهم تحيه طبعا وانا اقول لهم انا جدا اسف بس هذا اللي صاراني يعني دائما نبتعد عن حتى لا تصير اشكالات تدري يعني اكو امور مره تطلع عفويه في برنامج معين بعد تسبب لنا مشاكل احنا في بدايه تكوين اللجنه ما نريد تصير هاي المشاكل بس هو احنا نريد تكون ايد واحده كنا نريد واحده كنا نتكاتف في سبيل رفع راية العراق في المحافل الدولية هذا المصب هو أهم شيء هذا في الدرجة الأولى أكيد. بقية الأمور تكون سهلة تكون تقاطعات ما عندنا تفاهم أكو شغلات ثانوية تصير إشكالات إحنا كنا أخوة كنا عائلة واحدة وكنا في خدمة العراق زين يعني هسه أنت حسب ما افتهمت أنه انحلت المشكلة مشكلة الفندق بس بعد ما جاء الكابتن غانم عرابي بالضبط هو حل الموضوع يعني أنت من طلعت كان صح انه هاي الاشياء اللي صارت وقدام الناس والريسبشن وهذا وانت وراها كتبت منشور انه اني خلص اخر لاعب هو اندريس صناتي وبعد بالضبط هذا ماني بشوف ما يعني تدري من اشتغل من كل قلبي فمن من 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 تصير هيك امور وياي وانا ممكن مشيت يعني مشيت اول مشكله اللي صارت وتجاوزتها وصار اللغط اللي بالمواقع وصار حكي على الاستاذ كوفن وما صرحت وما حكيت وقلت خلي مو مشكله خلي تمشي الامور ممكن راح تصلح وفعلا تصلحت بس وراها يعني اللي هي اللي النهايه اللي ختمه اللي صارت وياي والموقف اللي صار وياي وانا دا اسافر يعني موقف كلش محرج يعني كلش قدام العالم فشيء كلش صعب يعني هسه انت شنو خلص بعد وقفت عملك ويا اللجنه هذا اللي انا يعني قدرت الحمد لله والشكر اطلع بوجه ابيض مثل ما صارت بالحادثه الاولى اللي صارت استقطبت لاعبين المنتخب المغتربين ولعبنا منتخب شباب هم صار هذا الشيء وتوقفت الى ان صارت هاي اللجنه يعني هسه اطلع بوجه ابيض احسن ما اتحمل يعني بصراحه ما اقدر اتحمل ترى الناس يعني الناس وصوني الي همين وصوني والله على انه احكي وياك يعني انا اعتز يعني عند اشوف كم هائل من الرسائل والاتصالات وال يعني هذا الشيء يعني فخر افتخر به اني
بس بصراحة أنا أريد يعني رد اعتبار. يعني شنو يعني ممكن يرجعك للجنة؟ هسا إحنا خلي أوكي أنت صرحت بهذا الشيء وأنه تريد تتوقف وخلاص، بس أكو شيء ممكن أنه يصير حتى ترجع للجنة وتكمل عملك وياهم؟ والله لكل حادث حديث. يعني اللي دا يكتبوا لي دا يقولوا لي أنه صح هو تعرض لهاي الإشكال اللي صار وهذا ما المفروض أنت تتعرض له، بس بالنهاية هو للعراق. يعني احنا هواية تعذبنا ومرينا بحياة صعبة لكل العراقيين يعني، بس ظلينا نحب العراق. فيقول لك الخاطر العراق انت طبعا العراق أبقى. احنا نضحي بالغالي والنفيس في سبيل العراق. يعني احنا ما ابدا، انا عمري كله انا يعني صار لي اكثر من 26 سنة يعني العراق كأنه انا البارحة جاي من العراق. يعني ماكو هذا البلد ايش قد صار لي، يمكن عايش بيه اكثر ما عشت بالعراق، بس ما يعني بصراحة ما تأقلمنا بعدها، نفس تقاليدنا وعرافنا وكلها صح. ماشيين عليها، فإحنا أكيد ما رجعنا للعراق لأنه أنا صراحة يعني من شفت يعني تابعت الأخبار، أنا هم حديث بهذا المجال، يعني من شفت تاريخ اللي صار بلجنة المغتربين واللاعبين شفت أنه أكثر لجنة فعالة وسوت شغل هي لجنتكم أنتوا اللي هسه الموجودين. تعرف ليش؟ اولا ماكو تقاطعات، احنا الناس احنا 3 اشخاص جدا متفاهمين وما عندنا اي مشاكل بيناتنا، وكل واحد يعرف عملنا باحتراف، كل واحد يعرف عمله شنو، استمرينا واشتغلنا يعني بوقت قياسي زين، لانه لقينا الثغره اكو امور كل الصعبه كانت، اكو ناس ما عندهم مستمسكات، وصلنا الى ثغره معينه بالقانون العراقي قدرنا نمشي بقيه اللي كانت قبل انه كانت مستحيل تصير، وجدنا ثغره بها بالقانون العراقي بس بصوره قانونيه اكيد طبعا، وقدرنا نمشي بقيه اللاعبين ومستمرين على بقيه الموجودين. هي هاي الشغله انه انتم كلجنه كان فعاله وسويتوا هواي اوراق، فصارت عندكم هم خبره. زين احنا ادري لجنه فعاله زين، غير مقابل انه تكون انه احنا ما نريد تكريم، نريد تكريم معنوي يعني، ما نريد تكريم مادي، نريد احنا يعني العزاء الوحيد اللي عندنا احنا الحب الجماهير ان والدافع المعنوي اللي شفناه كم من هاي من يعني الناس اللي يدزون لك رسائل، يدزون رسائل الناس اللي تدزون رسائل، واني اللي ما لي علاقه ده تجيني لان شافوني وياك يعني اكثر من فيديو وهم يدزولي، والله يخليك وحشينا ويا كابتن احمد وقول له على مود العراق وهاي. والله العراق والله الجمهور كفى ووفى بصراحه، يعني هذا وقفه الجمهور وهذا يعني ردود الافعال بصراحة ما كنت أتصور. أكو يعني حب يعني كلش قوي صراحة، خجلتني يعني صراحة يعني صدق خجلت من ردود أفعال الحب اللي أنا يعني فترة طبعاً وجيزة باللجنة. أنت تعرف لما أنا أسوي بحث باسمك بالفيسبوك يطلع لي أكثر اسم بالعراق دي بحثون عنه بالفيسبوك. الحمد لله وشكرا. يعني أنا بعيد عن المقابلات وبعيد عن الإعلام وبعيد عن مواقع التواصل. ما كنت بالصورة حتى وين كنت تسوي يعني تساعد لجنة المغتربين، بس ما كنت موجود بالصورة. ما كنت بالصورة. كنت تحب. وكنت أنا أقول لك يعني إنه لازم بالضبط. نحكي بالضبط. وخلي الناس تعرف. صح. نوثق صحيح. الأحداث صح. ويمكن بسبب توثيق الأحداث عرفوا منو هاي اللجنة وش تسوي. بالضبط. زين يعني عملنا كلش مجهد. اكو ناس لانه يعترضون على الفيديوهات اللي يعني يمكن اكو كم فيديو قالوا ها هذا ينزل فيديو لانه يريد طش. يريد يطوش وهاي يعني الثاني اللي اريد اطوش كان استغليت هذا الموقف اللي صار ويوميا طالع بقناه ويوميا مصرح ويوميا يعني بس تطالع وياي بس اي بطالع وياك هذا بحث احنا لانه اريد بس نوضح يعني هاي بالضبط هاي بالضبط انت جبتني انه السيرة الذاتية مالتي بعدين دخلتني ماذا المطعم، وانا كنا نحسب حساب انه شلون دخلت للرياضة شلون انه اغلب العالم ما يعرفون انه انا رياضة، انا لاعب كرة قدم حاصل على عدة شهادات تطويرية بعلوم كرة القدم اضافة الى ادارية، عندي خبرة في المجال الاداري فترات طويلة شكلت نادي زين، عندي شهادات الاي والبي والسي والاوروبية والاضافة الى دورات تطويرية 7 شهادات تدريبية وادارية عندي انا اكيد ويكون هذا يعني اضافه للعلم راح يكون هذه ساعدتني اكيد بتكمله المشوار خاصه بالامور الفنيه ايضا يعني هم لازم تكون لنا صوره واضحه كان اعتراض على ممكن الفيديوهات اللي تنزلها انه انت تريد تكون بالصوره او تريد انا ما نزلت بس فيديو واحد اللي هو
طلبوا من عندي المواقع، اغلب المواقع انا من طبعي خجول، يعني اي شخص يكتب لي استحي ما جاوبه، هاي مشكله وظاهر هذا سبب لي مشاكل. يعني اغلب الاشخاص يسالوني اكتب لهم لانه عيب عندي يسلم علي وده اشوفه يعني ده يحبنا ويتابعنا فلازم اجاوبه، فمن اجاوبه بعدين ياخذ سكرين شوت وينزلها على انصدم، يعني يقول لهم يعني انت شلون تجرى هيك تسوي هذا الشيء، يعني انا ما سامح لك، انا دا اكلمك لك شخصي، ما يصير تاخذ صور وتنزل. وهذا خلاني رد فعل ما قمت بعد ما قمت اجاوب اغلب الشخص اللي بسبب انه الجمهور يعني بالعراق حبه لكره القدم فشيء مخيف يعني. وهي هاي يعني الثاني هاي حادثه مال الفيديو مثلا، اغلب المواقع يكتبوا لي يعني هذا انت ما دام يم اللاعبين زين صورنا اريد مثلا تشكر ان احنا مو دعمناكم واحنا مو ساعدناكم واحنا مو شو اسمه، يعني شوفوا ان صحيح هم يعني اصحاب فضل علينا طبعا المواقع، يعني ودعمهم يعني الناس ما كانت تعرفنا لو من المواقع تكتب عنا وتكتب عن اللاعبين زين، فحبيت اشكر اللاعبين العفو حبيت اشكر المواقع زين، يعني هي قدمت هذا الفيديو نزلته قلت اشكر الناس اللي دعمتنا اشكر الناس اللي ساعدتنا ما بيها شيء احنا كنا خليه عمل انه نشيل هذا الضغط عنك بالتواصل والطلب الطلبات انه لا انا بعد خلاص وقفت كل شيء يعني ناس نهائيا لا اجاوب احد لانه اخذت عبره، يعني الاشخاص وياي استاذ زيد الزيدي وعلي الشيم كانوا ينصحوني اكثر الوقات اقول لهم يعني والله ما اقدر يعني الناس تكتب لي عيب ما اجاوبهم، هذه هذا طبعي شوف نفسي انا من اكتب الواحد واسلم عليه ما يسلم عليه وما يجاوبني انا اتعز بنفسي، فاشوف هذا الشخص انا بالمقابل ما اقدر، فبعدين من شفت الوضعيه لا تاثر علي تصير لي مشاكل وقفت. خلينا نقول الخاطر المنتخب لازم الناس تفهم انه شنو اللي دا يصير، واذا انت ما تجاوب احد مو معناته انه انت ما تريد تجاوبه، بس لا بالعكس على عيني وراسي يعني احبهم هذا وردود الافعال مالتهم، انا صراحه تفاجأت بهذا الكم الهائل من ردود الافعال واني جدا شاكر لهم وجدا ممنون. يعني هسه احنا نقدر نقول انه انت قرارك بعد صار المفعول، بس أكيد ممكن أكيد انه نشوفك والله هي بعد بيد الله شوف شنو يعني انا من 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 كلامي وياك ودا اشوف يعني على وجهك انت اول شيء مبين مقهور انه انت لهذا القرار، يعني مقهور انه اتخذت هذا مقهور القرار طبعا هذا قرار أتوقع قرار مو سهل مو سهل بالنسبه لي، لانه انا الناس وضعوا يعني امانه يعني برقبتي هذول خاصه اللاعبين، يعني لاعب مثلا اندريا السناطي اتصل بي قال لي كابتن شنو بنهايه الطريق تبريت من عندي، قلت له لا حبيبي انت اولا ابني ثانيا احنا تصير مثلا من ضمن العمل من ضمن منظومه الاتحاد تصير اكو اشكالاتك وتقاطعات، يعني هاي الشغله احنا عائله بيناتنا عادي تتحل. بس هو ما بالنسبه لك ما لك علاقه انت راح تكمل كل انت اكو لاعبين بعد يعني اوراقهم متعلقه انت انا بصراحه اكو لاعبين توقفت، بس انا شغله اندري ان شاء الله اكملها للاخير اكمل شغله اندري، اكو لاعبين اوراقهم لازم تنجز خاصه بالسويد توقفت عنها، بس ان شاء الله نشوفك راجع. انا هذا توقع، يعني اتوقع انه حسب ما فهمت من عندك يعني اتوقع انه الاتحاد راح يصلحون هاي الاشكال حتى مره ثانيه من تروح للعراق خلاص كل شيء مجهز وما يصير هذا الموضوع. ما احنا شوف انا لو يعني عندي تدري احنا فتره طويله طالعين من العراق فما عندي يعني ما عاد حتى سكن، ولا هي شغله السكن اللي صارت مشكله عندي. يعني انا لو عندي سكن ما اكلف الاتحاد، يعني قدر الامكان ما اريد نكلف، يعني حتى هاي الامور اللي تصير هنا المعاملات حتى بالمكاتب اروح يعني شلون اتعامل وياهم، رحت عدت 3-4 مكاتب حتى على مود التصديقات وشوف ارخص مكتب اي حتى لا اكلف الاتحاد زين، فاني كلش حريص على هالموضوع، يعني انا ما قاعد مثلا فندق متونس او فشي يعني ما عندي فشي. انا صراحه برايي يعني انا ما اعرف ما عندي خبره بهاي، بس من الكلام اللي سمعته واللي من عندكم المفروض هذا يكون موظف للدوله، يعني موظف للاتحاد انه عنده راتب حتى يقدر ياخذ راحته يفتر العالم كله يجيب لاعبين يكون هو كشاف. قلت لك هاي العمليه مستحدثه، يعني ممكن الاتحاد لازم يكون على 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 بينه، وبالايام القادمه ان شاء الله راح توضح هواي امور راح يصير سياق، لان تدري هاي اللجنه لازم بيها امور طويله، يعني لازم تكون على المدى البعيد،
فان شاء الله بالمستقبل ممكن يعني. شوف ماني من دا انت ما تقول لي ان شاء الله وعندنا بعد اوراق وهاي، انا ببالي انه انت يعني حاط ببالك انه ممكن تكمل. شوف ماني، شوف الشباب اللي وياي استاذ زيد استاذ علي، يعني ما مستحيل اقول يعني لازم اكون مشوره وياهم يعني يستشيروني وفشي، يعني انا ما راح اقطع وياهم اكيد، هم بركه بيهم موجودين ان شاء الله واكيد ما يقصرون، هم حتى خبره اكثر من عندي بهذا المجال. بس هو انت لان هم من جهه العراق وانت من جهه خارج العراق، هو اللي ساعد عمل اللجنه واسرع وكان سرعه المعاملات وانجازه هو اني، لانه احمل الجواز السويدي وعلاقتي بالسفاره السويديه طبعا وعلاقه بقيه السفارات العراقيه في الدول الاوروبيه سهلت هواي امور وقدرنا نوصل لاكثر لاعبين، ويعني الحمد لله والشكر انجازنا. ما اشوف اكو احد غيرك يقدر يسوي هاي المعاملات المعقده، يعني لان هم يعني شهدت كم شخص وكنت وياكم الحمد لله، هو التوفيق من رب العالمين. يعني الاخوه احنا بتكاتف الجميع طبعا، احنا المفروض يعني احنا كلجنه مثلا استاذ زيد استاذ علي واني، بس اكو اشخاص يعني هواي يساعدونا، ترى احنا يعني مو بس انا استعين بكثير من العالم يعني يساعدونا بهذا المجال، مو بس احنا يعني احنا تدري احنا 3 اشخاص بس معاملات كلش واسعه، فهواي عالم دا يكونوا مساعدين بس ما موجودين خلف الكواليس. طبعا اوجه لهم تحيه واسماء كثيره يعني ما اريد اعددهم ما تخلص. فهواي ناس ساعدونا طبعا، مو بس احنا الثلاثه، يعني احنا تكون يمكن بالصوره بس اكو ناس خلف الكواليس هواي ساعدتنا، ما اريد نبغض حق احد، الكل سواسيه كل شاركه وكل ساعدونا اكيد، والعراقيين كلهم مستعدين انه يساعدون. والله ونعم والله العراقيين يعني خاصه مع حادثه الفندق، يعني شفت الكم الهائل، العالم كلها بيوتنا موجوده وكلها تحكي كلها يعني فشي صح. انا يعني صرت موقف محرج بس بنفس الوقت فرحت، شفت محبه الناس بالضبط. يعني انا ما اللي اقوله انه اللي الوصيه اللي وصوني اياها المتابعين انه اقول لك انه ان شاء الله اشوفك راجع للجنه، وان شاء الله يجي رد الاعتبار من الاتحاد او من شنو اللي منو كان السبب بهذا الموضوع، واتمنى لك كل التوفيق وشكرا على كل الجهود اللي انت سويتها ويا استاذ زيد واستاذ علي وكل اللي ساعدوكم. يعني احنا نشكركم لان الفرحه الاولى انه نشوف منتخب قوي ينافس المنتخبات القويه ويتاهل لنهايه كاس العالم وياخذ كاس اسيا، هذا هدفنا وهذا املنا ان شاء الله. وشيء اخير يعني ما انت يعني تقدر تقوله للكاميرا هنا للجمهور اللي متابعك واللي دزونا واللي دزولك، شو تقولهم يعني اخر كلمه؟ والله يعني بصراحه انا اوجه تحيه لكل الجمهور وشارع الرياض العراقي، وانا يعني جدا خجلان من عندكم، بس هذا الموقف انه ماكو احد من عندكم راح يرضى بالموقف اللي صار بيه والاحراج، وصدقوني انا ما اتخذت هذا القرار اعتباطا، لان على عده مراحل، يعني اول الاحراج اللي صار قدرت اتجاوزه وقدرت امشي واكمل، بس بعدين يعني اخر شيء اللي صار وياي يعني موقف جدا جدا محرج يعني، والحمد لله على كل شيء. واخر شيء حتى نشيل هاي اللغط اللي صار، انه هو ماكو شخص معين، يعني الشخص اللي ذكر اسمه اللي الناس عتبت عليه انه هو ما كان، هو مجرد صار سوء تفاهم بهذا. لا الاستاذ كوميد انسان يعني ما كنت يعني مع الأسف يعني صار هالموقف وياه، إنسان يعني حسب علاقتي به يعني قليلة بس أسمع عنه إنسان محترم، بس ما أعرف شنو اللي صار، أكيد سوء أكيد سوء تفاهم أكيد صارت بوجهك يعني، صارت بوجهي بوجهه بصراحة يعني. إيه صح صح. لا إن شاء الله إن شاء الله هذا الإشكال وينحل ونشوفك موجود، وأنا أكون أول واحد نصور نوثق اللاعب الجاي ان شاء الله. الله كريم الله كريم ان شاء الله. شكرا جزيلا واتمنى لك كل التوفيق. طبعا نهائيا ما اريد اصرح ولا اريد احكي حتى لا تصير احراجات، بس توضيح صوره يكون افضل. يعني انا اوضح صوره وانا دا اشوف اللي الشيء اللي انت قلته هو مرضي للجميع، يعني حتى مثلا خلينا نقول يعني الناس اللي حكوا عليهم بالسوشيال ميديا وهاي، ممكن انه انت هسه توضح الامور اكثر، انه ترى مو صدق فلان او من الناس، يعني انه صار سوء تفاهم وتصلح، بس الموقف اللي صار وياك هاي اللي لمده الاسبوع بالضبط بالضبط هي كانت يعني نعم. تحزب نفسك بالضبط. انه انت ليش كذا يصير بيك وانت دا تساعد يعني صح.
بس ان شاء الله نشوفك. وانا دا اشوف انه اللي دا اسمعه انه كابتن عدنان درجال، كابتن غانم عربي، هم مساندين لك يعني، ودائما يمكن يتواصلون وياك دائما على التواصل وياي، وهم هم الداعم الوحيد اللي لنا بالذات يعني، خاصه بامور قضايا هوايه اللي تكملت معاملات يعني، اي مرحله وصل بها راسا اخابر كابتن عدنان او كابتن غانم يعني ما يقصرون بصراحه يعني، تسهيل امور كثيره خاصه بالسفاره يعني، السفاره يعني العراقيه مجرد تليفون من الكابتن عدنان درجال سهلت هواي امور يعني، تدري شخصيه من يتصل بصفه رسميه بقائم الاعمال في السفاره العراقيه يعني، هواي تسهيلات ضمن سياق القانون طبعا اكيد. معناته انه اكو تعاون بين الاتحاد واللجنه، تعاون 100%. لا احنا شلون نشتغل لو ماكو تعاون؟ بسبب سوء التفاهم يعني اللي صار والاشكال يعني، هي تصير في اشكالات، هي بكل منظومه، كل منظومه عمل تصير اكو اشكالات، اكو شغلات، اكو تخبطات، تصير هذا الشيء. بس يعني بس بهيش مجال بهيش مؤسسه ورد فعل الشارع، لان العالم متشغفه بشكل مو طبيعي، متجهه الى اللاعبين المغتربين، فهذا الشيء يعني حيكون مؤثر جدا يعني. شكرا جزيلا كابتن احمد، اني كلش اتشرف انه اكون اني من يمكن الاوائل اللي حشينا بهذا الموضوع، وانا اعتذر اذا انا جبتك على ود نحكي على سيرتك وجبنا طاري شغله الاشكال اللي صار، لكن هاي وصيه من الناس يقولوا لي لا ان شاء الله ان شاء الله انا بس امشي ليصير لغط يعني، انا ما اريد يصير اشكالات ولا شيء ولا هذا، انا بعيد عن اي تصريحات حتى لا يصير يعني احد يزعل علي او اشياء، انا ما هو المفروض صراحه ما اريد ازعل احد، انا يعني انسان جيت اساعد، جيت اخدم بلد، فما اريد يعني تصير امور ثانيه يعني، على قولة تهنى ضيقه خلق. لا ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم مستمرين وهاي الاشكالات كلها تنحل، وشكرا جزيلا، يا رب بالتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا.